بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أهلا ومرحبا بكم في أولى محاضرات كورس كاميرات المراقبة ببساطة أو تقدر تسميه كده من أين أبدأ وكيف أبدأ في الكاميرات طبعا الاسم ده مقتبس من أستاذنا الكبير مهندس سعد الحميدي اللي علمنا إن لازم يكون الإنسان ليه بصمة في مجتمعه لازم يشارك بأي معلومة عنده وطبعا بشكر كل القائمين على جروب السيسكو لاب المهندس عادل الحميدي واحب اشكر اخونا المهندس احمد جلال وكمان حابب اشكر اخونا المهندس احمد ابو زيد صاحب قناه تريفور عرب او جروب انفورميشن تكنولوجي على الفيسبوك اللي اكيد مفيش حد فينا في مجال الشبكات مسمعش عنها او مستفادش منها ربنا يجازيه كل خير الناس دي يا جماعه علمتنا يعني ايه تطوع يعني ايه الواحد يشارك باي معلومه يقدر عليها. حتى لو انت شايف المعلومة اللي عندك دي بسيطة ممكن تلاقي مهندس تاني ما يعرفهاش اصلا يعني لو انت عندك معلومة بسيطة في في موضوع معين لما انشر معلوماتك البسيطة قد تلاقي مهندس ما عندوش اصلا اي معلومة عن الموضوع فمن هذا المنطلق حبيت اشارككم بتجربتي وخبرتي ان شاء الله في في مجال كاميرات المراقبة ان شاء الله عايز اخلي الكورس ده كورس غير تقليدي بمعنى غير تقليدي عايز اخلي الكورس ان شاء الله نظري وعملي ومش عملي بمعنى ان انا هوريك ازاي تركب كاميرات بس او ازاي توصل السيستم لا حابب اخليه عمل ان شاء الله ازاي تخرج لسوق عمل وازاي تعمل تسوق لنفسك وازاي تفتح شركتك الخاصه وايه التكلفه اللي ممكن تحتاجها عشان تعمل مشروع زي ده بمعنى ان شاء الله الكورس هنشرح طبعا كل حاجه تكنيكال كتركيب وكتوصيل وخروج للسيستم الانترنت وانواع الكاميرات واشكالها وكل ده بس الاهم ان انا عايز اخلي المهندس في الاخر ان شاء الله يطلع من الكورس ده بقيمه ان هو يقدر يعمل بيزنس خاص بيه من الكورس ده ويعرف التكلفه اللي يحتاجها أه طبعا اعرفكم الاول بنفسي معاكم اخوكم ياسر الزنوني ودي الكونتاكت بتاعتي أه انا طبعا بشتغل ديزاينستريتور وخبرتي في مجال الاي تي اكتر من 3 سنين حصل على بعض السيرتيفيكيشن منهم سيرتيفيكيشن سيسكو مايكروسوفت في ام وير ايتل فورتجيت النهارده طبعا ان شاء الله هتكون اول محاضره في الكورس بتاعنا حابب اخلي اول محاضره دي انتدكشن او مقدمه عن محتويات الكورس بتاعنا انا هتكلم فيها على المحاضرات اللي هنشرحها بس حابب منك انك ما تسمعش اول محاضره وتاني أو محاضره وخلاص تقول لا ده انا خلاص ما مش هكمل الكورس ان شاء الله عشان تستفيد بيه عشان تستفيد بيه وتطلع فاهم وتطلع فاهم عملي ونظري لازم تكمل معايا الكورس والكورس عباره عن 12 محاضره وان شاء الله هحاول اخلي الفيديوهات ما تبعش طويله يعني هحاول اخلي المحاضرة ما تزيدش بإذن الله كده عن عشر دقائق خمس دقائق قبل كتير عشان محدش يشعر بملل وكده في البداية حاول أشكر بعض المهندسين اللي تعلمت منهم في مجال كاميرات المراقبة زي المهندس ياسر عزت المهندس باسم عبد الرحمن علي هادي المهندس أسامة عاشور المهندس أحمد مرعي طبعا كل الناس اللي بتكلم عليهم دول لهم كورسات على الإنترنت وبشكل خاص حابب أشكر المهندس محمد السعيدي كورسه مفصل بيتكلم فيه عن كل حاجة بالتفصيل أنصح الناس برضه إنها تشوف الكورس ده أه وحابب طبعا اشكر كل المهندسين اللي دخلونا اصلا مجال اي تي باشمهندس محمود سرحان صديق الباشمهندس محمد عبد العال اول واحد دخلني في المجال ده أه طولنا في مقدمه نبدا بقى في اول محاضره ان شاء الله نتكلم فيها عن محتويات الكورس بتاعنا أه بس لازم نعرف قبل ما نتكلم المحتويات واحنا اصلا اللي هنتعلم كاميرات المراقبه او سي تي في سيستمز ومين اللي ممكن يتعلمها وايه وبعد كده هنعرف ايه اللي هنتعلمه في الكورس ده في البداية وأنا ليه أتعلم كاميرات المراقبة؟ والله هو حاجة من ثلاثة يعني إما أنا أصلا أكون مثلا مهندس في مجال أي تي أي تخصص سيستم أدمنستريتور نتورك إنجينير أي تخصص هتعلمه ليه؟ لأن أحيانا لما بنشوف إعلانات الوظائف على الإنترنت أو بنقدم في شركات معينة أحيانا كده بتلاقي مطلوب بقى سيستم أدمنستريتور والكواليفيكيشن بتاعته والكورسات اللي دارسها والكلام ده وفي الآخر كده بتلاقي حتة صغيرة من تحت يكون يفهم في كاميرات المراقبة أو عنده فكرة عن كاميرات المراقبة دي أنا شفتها في الحقيقة في بعض الشركات وأنا بقدم أه ودايما الواحد بيحاول ما يتكبرش على العلم مش معنى أن انا مهندس ان انا مثلا مش هتعامل مع كاميرات المراقبه اي نعم الشغل ده بيكون شغل تكنيكال اكتر يعني مثلا اللي بيستفاد بيه لو حد بيشتغل تكنيكال سبورت او حاجه ده بتكون وظيفته الاساسيه لكن انت كمهندس ما بيكونش وظيفتك في الشركه انك تكون ماسك الكاميرات دي ممكن تكون حاجه اضافيه لشغلك ولكن بس اهم الناس التكنيكال او الناس اللي بيشتغل تكنيكال سبورت او المبتدئ في المجال يعني بتبقى حاجه زياده ليه في السي في بحيث تساعده ان هو يشوف يزود في السي في بتاعه ويكون عنده معلومات اكتر تسهل له على وظيفه ثالث حاجه بتخلينا احنا نتعلم الكورس ده بقى سواء مهندسين او تكنيكال لو انا حابب افتح بيزنس خاص بيا او يكون ليا مصدر دخل تاني جنب الشغل بتاعي او حابب اغير المجال خالص وافتح بيزنس خاص بيا انافس بيه سوق العمل كل دي اسباب تخلينا نتجه ان احنا لازم ندرس كاميرات المراقبه ان شاء الله بقى اللي هنتعلمه في الكورس ده نبدا نتكلم عنه عشان ما نطولش عليكم دي الاجنده بتاعه الكورس بتاعنا ان شاء الله اول محاضره اللي احنا بنتكلم فيها دي ان شاء الله دي انتكشن هنتكلم فيها عن محتويات الكورس ايه المفروض نتعلمه تاني محاضرة بقى هنتكلم عن مكونات أي سيستم كاميرات مراقبة دي هتبقى برضو نظام مقدمة ثالث محاضرة إن شاء الله هنتكلم فيها عن التولز أو الأدوات المهندس أو اللي هيشتغل في المجال ده محتاجها تكون معاه طبعا أنت محتاج بعض المعدات محتاج بعض الأدوات لازم تستخدمها فدي اللي هنتكلم عنها وبرضو هنحاول نتكلم عن أسعارها وكده عشان يبقى عندك فكره عشان نبدا في سواء بيزنس او سواء ريح تركب كاميرات في اي مكان المحاضره الرابعه هنتكلم فيها عن انواع الكاميرات وانواع الكاميرات مش مقصودش ان انا اعمل مقارنه بين الشركات انا اقصد بانواع الكاميرات اني اكلمك عن انواع الكاميرات من حيث التصنيفات التصنيفات بتاعتها في السوق من حيث الشكل من حيث الكابلات او الوايرلس الكلام ده هنشوفه بالتفصيل في المحاضره بتاعته المحاضرة الخامسه هنتكلم فيها عن مواصفات الكاميرات طبعا مواصفات الكاميرات بتكون مختلفه عن انواع الكاميرات مواصفات الكاميرات اقصد بيها حاجات تخليك فاهم تخليك فاهم لما تشوف الليبل او الملصق اللي بيكون على الكاميرا تكون عارف كل كلمه في الليبل ده معناها الريزولوشن بتاعها المسافه اللي بتجيبها الزاويه اللي بتشوفها الكاميرا اللي بيخلي مهندس فاهم عن عن تاني او مهندس فاهم اكتر من فني ان هو يكون فاهم هو بيركب ايه وبناء عليه بيعرف حد تكلفته وبيعرف يقنع العميل المحاضره السادسه ان شاء الله هنتكلم فيها عن الميديا او تقدر تسميها الكيبلز احنا بعد ما نكون اتكلمنا عن انواع الكاميرات والادوات اللي احنا بنستخدمها طبعا الكاميرات هتكون محتاجه كابلات او هتكون وايرلس عشان توصل بالجهاز فده اللي هنتكلم عنه في المحاضره السادسه عن انواع الك... انواع الكابلات واشكالها وطرق توصيلها المحاضرة السابعة هنتكلم فيها عن الديفايس الديفايس طبعا اللي هو مفهوم من البعض ان هو الدي في ار ولكن احب اقولك ان مش كل الديفايس هو دي في ار هو في طبعا انواع من الديفايس وده اللي هنتكلم عليه مع بعض في المحاضرة السابعة بالتفصيل المحاضرة الثامنة هنتكلم فيها عن الباور سوليوشن او الكهرباء ازاي الكهرباء بتوصل للكاميرات ازاي الكهرباء بتوصل للجهاز الكهرباء ليها اكتر من حل فهنتكلم عن كل الحاجات اللي ممكن تستخدمها عشان توصل كهربا ولاحظ في الكورس ان انا بنشرح كونسبت او بنشرح الحاجه كامله وفي الاخر هقول لك ايه اللي, بتستخدمه إيه في الشغل والافضليه الايه ولكن لما اكلمك عن الباور مثلا هكلمك عن كل الطرق اللي ممكن اوصل بيها كهربا للكاميرات لما اكلمك عن الانترنت هكلمك عن كل الطرق اللي الكاميرات بتطلع بيها الانترنت او الديفايس بيطلع بيه الانترنت في الاخر هقول لك انا بفضل ايه او انت آه لك مطلق الحريه انت تختار بس المهم انك بتكون عارف كل حاجه بالتفصيل المحاضره التاسعه هنتكلم فيها عن الساوند الساوند او الصوت يعني هوريك ازاي ممكن تبقى مركب كاميرات في مكان وانت موبايلك سامع الكلام اللي بيدور في المكان اللي انت مركب فيه الكاميرات او العكس بمعنى ايه العكس انا ممكن موبايلي وانا شايف الكاميرا اتكلم الناس اللي جنب الكاميرا او الناس اللي في المنطقه اللي مركب فيها سيستم كاميرات المراقبه يقدروا يسمعوا الكلام اللي انا بقوله المحاضره العاشره هتكون محاضره مميزه جدا بنتكلم فيها عن الانترنت سوليوشن كل الطرق اللي ممكن ديفار بيها يطلع الانترنت وازاي اكونكت عليه من الموبايل بتاعي من جهاز الكمبيوتر من براوزر هتكون محاضره مميزه جدا ان شاء الله المحاضره ال 11 بقى دي اللي كلنا مستنينها بقى هنعمل مشروع كامل ان شاء الله في كاميرات المراقبه هنجيب كاميرات وهنركب ديفايس والاكتر من اكتر من نوع ديفايس واكتر من نوع كاميرات وهنوصلهم وهنشوفهم ازاي بيطلعوا الانترنت وهنشوف الموضوع ده بالتفصيل فهتكون محاضره مهمه جدا يعني لو حضرتك مستعجل ومش عايز تشوف كلام نظري كتير ادخل اتفرج على المحاضره ال11 على طول شوف ازاي السيستم بيتركب ولكن الاستفاده القصوى اللي فاهم موضوع نظري قبل ما يكون فاهمه عملي ولك مطلق الحريه محاضرة ال12 بقى واخر محاضره في الكورس بتاعنا ان شاء الله تكون محاضره هتكون بيزنس او مانجمنت اكتر من هي تكنيكال في المحاضرات السابقة هنكون اتكلمنا عن كل حاجة تكنيكال تخص هذا المجال في المحاضرة الأخيرة حابب أخليها كده أعرفك إزاي تماركت الكاميرات بتاعتك إزاي تعرف تجيب زبائن إزاي تتعامل مع العميل بعد ما يجي لك إزاي بتاخد منه فلوس إزاي بتقنعه بسيستم اللي معاك لأن كلنا طبعا كمهندسين أو كتكنيكال مشغولين في الشغل التكنيكال أكتر فما يعني ما تعلمناش أو ما تعودناش ازاي نتعامل مع عملاء ازاي نماركت ازاي نعمل خطه تسويقيه فحاولت اتكلم عن الموضوع ده بشكل سريع كده في المحاضره ال 12 وبكده ان شاء الله نكون انهينا الكورس بتاعنا وحابب طبعا منكم ان اي حد يلاحظ اي خطا او كسور في شرح جزئيه معينه او اي شيء يتواصل معايا ويبعت لي كلنا بنتعلم وكل انسان فينا ممكن يخطئ في في الحاجه اللي بيشرحها ومش طالب منكم حاجه بعد الكورس ده غير بس نشر العلم يعني اي حد استفدت من الكورس حاول تنشره انت مش مش هتخسر حاجه وانشر اي علم تاني مش لازم الكورس ده اما هتنشره وتشارك لازم نكون ايجابيين يا جماعه وطبعا طالب منكم الدعاء في الاخر ليا والأسرات ان شاء الله في الاخر متشكر جدا ليكم ولحسن استماعكم وان شاء الله نتقابل في المحاضره التانيه ونبدا بقى في الكورس بتاعنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته